استعمال البرفانات حلال أم حرام؟ ذكرت قبل ذلك أن للعلماء قولين في استخدام البرفانات التي يدخلها الكحول. فريق من أهل العلم يرى أنه لا يجوز استعمال هذه البرفانات إذا دخلها الكحول باعتبار أن الكحول خمر، ولا يجوز أن تستخدم الخمر بأي صورة من صور الاستخدامات أو بأي صورة من صور الاستعمالات. هذا هو القول الأول. القول الثاني لأهل العلم يرى الجواز، فريق آخر من أهل العلم يرى الجواز، يعني يجيز استخدام واستعمال البرفانات التي يدخلها الكحول، ويبنون حكمهم بالجواز على أمرين. الأول على أن الكحول يحال، على أن الكحول يحال، يعني إذا دخل الكحول وقبل الذوبان في هذا البرفان أو في هذا العطر لم يعد يسمى كحلا، فالكحول يحال. الأمر الآخر الخمر مع القول بالإجماع بحرمة تعاطيها، إلا أن العلماء قد اختلفوا في طهارة الخمر من نجاستها. فريق يرى مع أن الكل مجمع على أنها حرام، لكنهم اختلفوا هل الخمر نجسة العين أم طاهرة العين. ففريق يرى، وهو فريق كبير من الصحابة رضوان الله عليهم، يرى أن الخمر مع حرمتها أنها ليست نجسة العين، والنجاسة نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، فهم يبنون حكمهم على الجواز لهذين الأمرين أو السببين، ومن ثم فهم يجيزون استخدام البرفانات لاستحالة أو لأن الكحول يحال، ثم لأن الكحول أو لأن الخمر ليست نجسة العين، وإنما النجاسة فيها نجاسة معنوية مع الحرمة، إذ ثبت في حرمتها دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه فإنهم يجيزون استخدام البرفانات. وأنا أدين لله تبارك وتعالى بالجواز، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الحلال الطيب، وعليه فلا يجوز أبدا أن ينكر فريق على فريق آخر. فهذا من الخلاف في مسألة من مسائل الأحكام، أو من الخلاف المعتبر أو المستساغ الذي لا يجوز فيه الإنكار على المخالف، والله تعالى أعلم.